ادوك يا شمس. متعلم متعلم الرجال متعلم عنده خبرات. والله ما في غير دينك. والله انا ملاحظ الوقت الاخير وين ما يروح هذا الشهري ما شاء الله تبارك الله نواف بن طارد معه. جميل الظهيم خصم عين. تمام؟ نعم. وصدف واجهتكم في كذا مكان ما شاء الله. لين ومع بعض. اخرها اول امس. نعم. وش حاب تقول لنواف بن طارد؟ تكفى ربع. او يعني ما ابغى اقول وش يعني لك، لا ابغى اعرف وش مكانة نواف بن طارد عندك؟ وايش حاب تقول له؟ شوف الكلام ما يوصل. ايه كلام في بطارد والله اني اتكلم لا تجحدها أسلام. الكلام في بطارد والله انه صديق وانه اخو وانه محزن وانه يعني بسعدك. كل شيء ابشر بسعدك ويستاهل. لا تتمنى يا ابو حمد لا تتمنى لا تتمنى على الصدام ما عليك سؤال يا ابو حمد. انا احب اني اسال بعض الاسئله اللي كذا تعطي طاقه ايجابيه عشان ما يجحدها بعدين. يا رب يطول عمرك. يا رب يطول عمرك يا فيصل ابو حمد ونعم وكل من بدا الجلسه ونعم والله يعيننا ان شاء الله للطيب. وانت كفو وتستاهل يا حبيب اخوك. اسهل امرك. ابد تكفى يا ولد. حوي على ساعه غير ساعه طويله. انا ما ابي احرجك. لا ما ابي احرجك. اي اوصيك بساعه طويله. اي برجال حبيبي يا سعد ما يحتاج. هذا علي انا عندي سؤال باللبدان بيك. انا ما بك تسمعنا شيء. قل ليش؟ ليه؟ لان احس ان انت الحنجره شوي تعبانه. اي هي بالله صادق. اي وما نمت زين جدا ومرهق ملابسي. اي هذا الكلام هذه كلها ارحب يا هلا ومية هلا علي بن هادي جدو طاهر بحوي يعني مايك ما يكون هادي الله حي دجال رفيقنا هذا سهلي نواف بن طارد مرحبا مليون يلا حي وين يا طاهر 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 وين تروح الله الله يعافيك يا مرحبا لي يلا حي مايك وين يا مرحبا هادي تعال خذ مايك تعال لا تعال بس مايك تعطيه مايكك جدو الله يعافيك كيف الحال يا هاي الله يبقيك بخير الله يعافيك شحال ابو هادي يلا الله يعافيك كيف الحال شحال ربع سنه طيبين الله يعافيك يا مرحبا ديابي شحال والله بخير ابشرك يلا حي عاش من شاء الله شلونك يا مرحبا طيب وبخير عسى الله يجعله ان شاء الله دائما شيء هلا ومرحبا يطول بعمرك الله حيك الله يرضى عليك يا حبيبي الله يجعل ولدك في الجنه ويبارك عند مولاك ابو هادي ان شاء الله سألك شوف كم الساعة بس الساعة طال عمرك ثنتين إلا ثلث 45 سعد حاب تسمعنا شيء سعد ما مطبخ منيو بالله أنت عندك المنيو هنا وسعد وجدو أيوه الرابع يعني يا يصير حريق اليوم تدقون على الدفاع المدني ولا الله يستر الله يستر وأتمنى أنكم تقولون الرابع تقدم معنا أنت غدا لا والله أنا ما لا والله مرة ترى نادر نطبخ صدق نادر فالكم الفوز داخل غدايات دي ماني فيها لا ما بعد بك سعد معك ولا اي سعد معي في الفريق وجدو ايش اسمه هو جدو تكفى جد كفو والله جدو اما انا ترى على الصدر والله احبك يا نواف بس انا مع فريق سعد بالنبدأ على الصدر عليك فريق سعد ولا ما تسمع فريق واذا جاهم خصم انا اعوذهم بالنقاط شوف انتم تابعوا البث العصر تشوفون اللي في السجل هنا انا بتابع هنا بجلس هنا بجلس هنا عشان نزوركم من قريب زياره ممنوعه ليلك علي ليلك علي يا غداهم لا قدر يخلص نكب عيد الله وجهه عليت لا انا مطبخ لك علي ما خليك هو نواف من مخلد وغانم مخلد يطبخ جوجل جنت مخلد ما شاء الله وانا وداع كل منهم حق يطبخ هم يفوزوا ولكن بنكافح ونجاهد قد ما نقدر احنا ما نحرق غداهم ولا لا ترسم منهم والله انه رجاله مره علينا بدينا تكبها ايوه بعدي والله والملح صاير يمكن يضرب يضرب الجلطه لبيك ابو هادي خليك تشوف احمد انت تقول لكم مقدمين اللي تبي ابي اسمع من عبد المجيد بيتين بس ابي اسمع من عند ابن طارد شيء والله المفروض ابي اقول شيء ابو هادي صح لبيك صحيح والله المفروض اللي شفت هذا اخذ طال عمرك وخلي يلقي وجهه من الجدار وارفع يديه فوق وخليك انت تستلمه فقره طيب شو سعدك والله العظيم والرجال هذا معي انا ليه ابو افا خليني اشوف
ديالي شوف الاداره انت ابو ظهير انا ابو ظهير مالك صاحب بس بس لا انت هنا ولا دعوه فيها بس تصور بس مالك صاحب ما عليك بس النوم انت جود عاد في فطور قرر يجي له لا ابشر والله ما اسمعد ما تكلمتوني كلمتهم للضيوف كنت صديقهم يومين وبعدها ما بس ايش رايك نبي من النواب نبي من الرجال هذا نبي 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 نسمع شباب شباب في داخل اصوات داخل الشباب نبي من سعد بعد لا جالك تسوى اهم شيء عندي سعد الطويل انا خلاص سعد سمعنا قبل يروح انا يومي كله شعر لكن عندك جدو حبيبي لازم ترضي ضيوفك انا صلوا على النبي يا الربع يا لحظه لو سمحت باللبدان كيف حالك طيب شباب تروح انت هنا الان ودنا نسمع من ضيفنا نواف بن طارد وبعدها مباشره يدخل اخوي سعد الطويل الله لا يهينه وبعدها اخوي عبد المجيد يعني يعرفون ادوارهم بدون ما تقول شيء خلاص عندي اقتراح ترى في بالك اقتراح اسلم وش رايك ايه مانكم انتم اثنين اعضاء فقره لمتنا عندكم لا انت معنا انا مجرد ما اجي الا بعدكم الربع عندي فكره وان شاء الله ان العيال بتعجبهم ابد ابد لا تتمنى ايش رايك بكره طبعا تراها طرحت علي من برا يعني قاعد تكلمني فيها قال ليش ما تسوونها حلو نجيب مثلا طال عمرك عجبتنا قهوتنا شهيره سويها ترى والله حلو وطلي خليها شيء وناسه عرفت والله العظيم ممكن الحقها كبيسه ولا الحقها انا طبخت الحقها طلي ترى ما هي بشيء انا الفقره الطلي موجود مره الرسميه الزايده احس انها الفقره الاسبوع اللي راح انا طابخ هناك الفقره الاسبوع اللي راح طابخ في العريس غير لا غير وقت غير سعيد قاع من حروف القلق اسمع الفقره الاسبوع اللي راح انا مقدمها في العريس وطابخ والله انا شعت خاطري يريد انا والله انا كان سويت لكم كرش الحين بس انتوا ظهريه وكنت يا زين الكراك يا ليش اليو والله ليش اليو يا يعني خاق ما الكرك سنه انا اقعد على الوضع تدري انه ابو محمد تدري ان الكرك والله انه في نفسي من اول يوم من سناد احد يعرف يسويها من الاخير ما هو بالحين لا اشتري والله انا مشغول لكن بنسوي كرك ونسوي احنا قاعدين والله نسولف مع ابو ظهير على نبي كرك لا شايف ما شايف شباب والله